أهلا بكم مشاهدينا الأكارم. أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان اعتقال 3 صحفيين على يد قوات أو يد قوات من الجيش في مدينة عدن. وحصل المرصد على معلومات تؤكد أن قوات تابعة لمعسكر 20 في عدن اعتقلت الصحفيين هاني الجنيد وحسام ردمان وماجد الشعيبي أثناء مرورهم في أحد شوارع مدينة عدن. وبحسب المعلومات فإن 2 من الصحفيين الذين تم الإفراج عنهم تلقيا ضربا وتم مصادرة هواتفهما والاطلاع على ما تحتويه بالقوة. مشاهدينا في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع نناقشه في محورين: إلى متى تستمر الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين، ومن يتحمل مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خارج مناطق سيطرة الميليشيا. عهد أسود تعيشه الصحافة اليمنية بعد انعكاس تابعات وانعكاسات حرب الانقلاب من الوسط العسكري إلى الأوساط المدنية الإعلامية والحقوقية. انتهاكات كثيرة مورست بحق الصحافة والصحفيين وتوزعت بين قتل واختطاف ومداهمة، فيما ترتفع وتيرة الانتهاكات وتزداد وقائعها القاسية. اتجه العديد من الصحفيين إما لالتزام الصمت أو مغادرة البلاد، مرحلة وصفت بالقاسية على الصحفيين بدأت ساعتها بتدشين ميليشيا الحوثي وصالح انتهاكاتهم في مناطق سيطرتهم، بعد ذلك انتقلت تباعا إلى باقي المناطق الأخرى. نبدأ النقاش مشاهدينا بعد أن نتابع هذا التقرير. أيام سوداوية على الصحافة اليمنية، ربما كانت هذه الجملة الأكثر تكرارا في المشهد الحالي بعد انتهاكات طالت 19 صحفيا في السجون، منهم من يتعرض لتعذيب وآخرون لمحاكمات خارج إطار القانون في صنعاء. وبعد حملات تحريضية كثيرة وجهت للصحفيين من قبل ميليشيا الحوثي وصالح وأخرى من قبل جماعات متطرفة، ما يزال الصحفيون يسقطون ضحايا أو يختطفون أو يلقون مصرعهم في ظروف أقل ما يقال عنها غامضة. لم تتوقف مصادرة حرية التعبير والإجراءات التعسفية في صنعاء فقط، فما تزال حالة التوحش قائمة ضد الصحفيين في العديد من المحافظات. كان آخرها ما تعرض له 3 صحفيين في عدن هم حسام ردمان وهاني الجنيد وماجد الشعيبي بعد أن تم اعتقالهم من قبل قوات تابعة للمعسكر 20. وبحسب المعلومات فإن الصحفيين ردمان والشعيبي تلقيا ضربا مبرحا وتم مصادرة هواتفهما. نقابة الصحفيين أدانت الإجراءات القمعية تلك وطالبت السلطات في عدن بسرعة الإفراج عن الصحفيين. وفيما ترتفع وتيرة الانتهاكات في عدن وعدد من المحافظات الأخرى، أدانت النقابة أيضا ما قام به محافظ شبوة تجاه نائب مدير فرع وكالة الأنباء اليمنية بالمحافظة عمر باسردة، الذي تم التوجيه باعتقاله لتغطيته مظاهرات مؤيدة للشرعية. يقف الصحفيون اليمنيون إذن بين محاولة النجاة من الموت لنقل الأحداث ومحاولة الهروب من الاعتقالات المتكررة. وبين هذا وذاك تتراجع حرية الرأي والتعبير، ويظل الصحفيون الخاسر الأكبر في هذا المشهد. إذن مشاهدينا الكرام، انتهاك آخر يضاف إلى الانتهاكات المتتالية بحق الصحافة والصحفيين في اليمن. ففي الأمس أقدم عناصر تابعين لمعسكر 20 في عدن على اختطاف الصحفي ماجد الشعيبي مراسل قناة أبو ظبي في عدن، وأيضا الصحفي حسام ردمان مراسل قناة دبي، والصحفي هاني الجنيد. تم الإفراج عن حسام وعن ماجد، و يعني تبدو اثار الضرب باين عليهم، وما زال هاني الجنيد معتقلا لديهم حتى الان. مشاهدينا سنبدا النقاش، وينضم الينا من جنيف نبيل الاسيدي عضو نقابه الصحفيين. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور والعافيه. سيد نبيل، في البدايه يعني ما تقييم نقابه الصحفيين لوضع الصحافه في اليمن في الوقت الراهن؟ في البدء احب ان اقول ان الزميل هاني الجنيد تم الافراج عنه ظهر اليوم، افرج عنه ظهر اليوم بناء على معلومات مؤكده لديكم. شقيقه ربيع، بحسب ما بلغنا شقيقه ربيع بانه تم الافراج عنه وانه لا يرغب بالحديث مع احد وانه تواصل مع والدته لتطمينها فقط. نعم. لكن المعلومات التي تاكدنا منها انه تم تعذيب الثلاثه الزملاء وضربهم واهانتهم وايضا صاقهم بالكهرباء. نعم. بالاضافه الى ان هاني الجنيد تعرض لكم هائل من التعذيب
وتقول المصادر أنه مصاب بإصابة بالغة في رأسه جراء التعذيب، إضافة إلى حالة الترهيب. أي هاني الجنيد طبعا. نعم. الزميلين تم تسليمهما اللي هو ماجد وحسام، تم تسليمهم لقوات التحالف، وأيضا يمنع عنهم الحديث، ولم تسلم مستلزماتهم وتلفوناتهم حتى الآن، ويمنع عنهم أيضا التواصل مع وسائل الإعلام والحديث عن الموضوع، بما يعني أن هناك إرهابا واضحا للصحفيين داخل عدن، وهذا مؤشر خطر على المرحلة القادمة، خاصة وأن هناك محاولة لتغطية استشهاد أو اغتيال الشاب والناشط المجتمعي أمجد من خلال اعتقال عدد من الصحفيين، خاصة وأنهم كانوا من المقربين منه. أيضا التهمة التي اتهم بها الزملاء هي تهمة خطيرة جدا، وهي تهمة الإلحاد والكفر وما إلى ذلك. يعني عناصر في الجيش ومعسكر تابع للدولة يتكلم بهذا المنطق؟ نعم. والقائد المعسكر الذي أمر بقائد معسكر 20 التابع للحزام الأمني المدعو إمام النوبي هو من أمر باعتقالهم، وأيضا كانوا مراقبين خلال الفترة الماضية يعني باعتبار أنهم تم اختطافهم أثناء خروجهم من منزل أسرة الشهيد أمجد، يعني وبالتالي أنهم كانوا مراقبين، يعني لم يكونوا في مهمة صحفية، بل تم الاعتقال أثناء زيارتهم لمنزل الشهيد أمجد بعد خروجهم من تقديم واجب العزاء تم اعتقالهم. كان هناك أحد الأطقم منتظرهم ومسلحين بزي عسكري، تم أخذهم بالقوة. أضف إلى ذلك أن المعلومات، وهذه نقطة مهمة جدا، أن المعلومات التي وصلتنا أن هناك قائمة من أسماء الصحفيين والناشطين المجتمعيين ضمن المرصودين للاعتقالات، ومن يعني كانت على رأسهم الزملاء الصحفيين الثلاثة، وهم الذين تصدوا بقوة خلال اليومين الماضيين منذ استشهاد الناشط المجتمعي أمجد إلى تلك العناصر، وذكروا أسباب مقتله ويعني واجهوا هذه من خلال نشرهم للعديد من القضايا في الفيسبوك وانتقادهم لتلك الميليشيات. الأمر الأخطر من ذلك أن السلطات الشرعية والحكومة الشرعية والإدارة الأمنية والسياسية في عدن والحكومة ووزارة الإعلام لم ترعى أي انتباه لهذه القضية، ولم تصرح حتى الآن، ولم تدين حتى الآن، ولم تتخذ أي موقف. نعم. من ما حدث حتى الآن. نعم. إذن سيد نبيل ابقى معي. ينضم إلينا الآن من بيروت صحفي ماجد المدحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات. هل سيد ماجد متواجد لدينا؟ إذن سيد ماجد ليس متواجد الآن. أعود إليك سيد نبيل، يعني دور النقابة، يعني ما الدور الذي قامت حيال هذه القضية؟ النقابة تابعت الموضوع منذ البداية وتواصلت مع أكثر من جهات لمعرفة الجهة التي قامت باختطافهم، وتواصلنا مع أكثر من جهة في الحكومة الشرعية لمحاولة التدخل والإفراج عنهم، لكن صراحة نحن الآن نتعامل بما يشبه ميليشيات ليس لها أي ضابط قانوني وليس لها أي قيادة موحدة. يعني الجميع يبلغك أنه لا يعرف وأنه سيتابع وأنه سيبلغ، لكن هذا الانفلات الأمني هو أشبه مما تفعله الميليشيات داخل العاصمة صنعاء. نعم. من خلال استباحتها لكل الحريات الصحفية والإعلامية والحرية الشخصية دون أي مبرر، إضافة إلى أنهم من أمن العقوبة أساء الفعل، وهذا ما يحدث، أنهم يعرفون أنه لن يتم محاسبتهم وليس هناك أحد مسيطر عليهم ويستطيعون فعل ما يشاءون. هذه الاعتقال هذا مؤشر خطر على ما سيحدث للصحفيين في المحافظات الجنوبية. نعم. من خلال أدوات القمع، هناك أيضا الزميل الحار نائب مدير مكتب وكالة الأنباء اليمينية سبأ التابعة للشرعية معتقل يوم أمس في عتق بتوجيهات من المحافظ الذي يمثل الشرعية، لأنه غطى مسيرة تؤيد الشرعية في محافظة في مدينة عتق. أيضا الزميل عادل عبد المغني في العاصمة صنعاء تعرضت سيارته للتهشيم. الزميل عبد العزيز المجيدي في تعز تعرضت سيارته للاختطاف وتعرض للتهديد ومحاولة الاغتيال. كل تلك المؤشرات تؤكد أن الجميع وإن اختلفوا وإن تقاتلوا وإن تحاربوا إلى أنهم متفقين على إعدام الصحافة وإسكاتها ومحاربة الحرية الصحفية.
نعم، إذن انضم إلينا الآن السيد ماجد المدحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات. سيد ماجد مساء الخير. مساء النور. هلا سيد ماجد، لعلك سمعت لضيفي الآخر السيد نبيل الأسيدي تحدث عن ملابسات الاختطاف، يعني كان أول اعتقال الصحفيين الثلاثة ماجد وأيضا حسام وهاني، السبب الوحيد تهمة الإلحاد، يعني هذا يعني قوات تابعة للشرعية وللدولة، يعني كيف تنظر لذلك؟ أولاً هو مؤشر مرعب بداية، هو واضح هذا مؤشر تحديداً ما يحدث في عدن، هو يفتح إن كيف اقتسم الفضاء العام من تنظيمات غير مهيكلة غير تابعة بشكل واضح للدولة وغير لا تنفذ القانون الوطني بما هو من إجراءات سليمة ومنضبطة في التعامل مع أي حالة خارجة عن القانون، بالتالي تهم مثل الإلحاد، تهم مثل عدم التدين وغيره وغيره تصبح مسوغ لممارسة مناخ من الإرهاب في المجتمع كما تم تجاه الزملاء الثلاثة، هذا مروع حقيقة. هناك مجموعة حقائق تجاه سلوك جماعة هذا اللواء، مثلا لواء 20 لأكثر من مرة تجعل تثير الكثير من الأسئلة تجاه ما يقوم به في مدينة عدن. سابقا على اغتيال الشهيد أمجد، هذا اللواء تحديدا لواء 20 كان قد أوقف أمجد قبل شهر، الآن يمنع الجنازة، يمنع تشييعه، أيضا اختطاف ثلاثة زملاء ومن ثم تعذيبهم في داخل هذا اللواء، ومن ثم الآن يقال أيضا معلومات غير مؤكدة لكن أنه يتم تحديد هؤلاء الزملاء بإباحة دمهم كونهم مفقودين، يضع كثير من الأسئلة كيف تصبح الأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتوفير الحماية لعموم المواطنين هي نقطة انطلاق التهديدات تجاه اليمنيين أو تجاه أبناء مدينة عدن أو تجاه الصحفيين والناشطين أو أي جماعة متنورة. لذلك يعني هنا شكل جديد من أشكال التهم، يعني كان ما نشهده في السابق هي تهم تتعلق بالمهنة وبالسياسة، لكن اليوم أتينا إلى واقع أكثر خطورة. بالتأكيد تهم مثل تهم الإلحاد هي يتم الاستفادة منها لأنها تجرد المتهم من الحماية، تجرده من التعاطف الاجتماعي، أن تقول إنه هذا الشخص ملحد أو غير ملحد يمنحه يجعله هدف سهل للجمهور واسع من الغاضبين، ولا تجعل التعاطف معه أمرا سهلا، وبالتالي حين تتهم أمجد إنه ملحد ومن ثم تقتله يسهل عليك أن تفعل هذه الجريمة وبدون قلق من تداعيات عامة، حين تتهم هاني وغيره وغيره بأنهم ملحدين يسهل أن تقتلهم وتستبيحهم بدون أن تخشى من قانون لأنك مؤيد بفكرة أنك تقوم بحراسة الإسلام أو ما إلى ذلك. هذه الفكرة هي وسيلة سهلة وقذرة للنيل من النشطاء والصحفيين وتجريدهم من الحماية والتعاطف العام، واستباحتهم جسدا وروحا ومن ثم إخراجهم من حيز التعاطف العام. تهم مثل الإلحاد، تهم مثل عدم التدين حين تستغل في مجتمع محافظ وبسيط مثل اليمن تصبح وسيلة مفزعة لتقليص حياة الناس ومن ثم مصادرة فرصهم وحياتهم وحريتهم. نعم، لكن يعني سيد ماجد، يعني لماذا تبدو الصحافة يعني هي الخاسر الدائم من كل ما هو حاصل في البلد؟ يعني لو تأملنا خلال أقل من 10 أيام أكثر من 5 صحفيين تعرضوا لانتهاك، هناك صحفي في مدينة عتاق تم التوجيه باعتقاله، وهناك عبد العزيز المجيدي، وفي عدن هؤلاء الثلاثة، يعني لماذا الصحفيين بالذات؟ الصحفيين هم الظهر الواطئ يا سيدي، الصحفيين هم الفئة الأضعف والمجردة من الحماية. دعني أقول لك نموذج نائب رئيس وكالة الأنباء اليمنية السبأ الذي اعتقل بأمر من المحافظ هو نموذج لكيف يتم استضعاف الصحفي. تم تنظيم الفعالية من مجموعة من القيادة المعروفة على رأسهم النوفا مثلا وهو قائد المحور العسكري في شبوة، بدل ما يتم التنمر على النوفا تم التنمر على صحفي قام بنشر الخبر، فلذلك في فضاء عام تسيطر عليه ميليشيات تمتلك فيها الدولة ولا توجد قبضة سلطة متماسكة تحتكم إلى القانون، لا يريد أحد بصوت الحقائق أن يصعد، لذلك لا يريد للصحفيين أن يتحدثوا، لا يريد للباحثين والنشطاء في المجال العام أن يتحدثوا، لذلك حين يصبح هذا المجال العام بهذا الضعف بهذا التشظي حين تمسك الميليشيات بأطرافه، أهم شيء لكي تقوم بما تريده من دون أي حساب ورقيب هي استهداف أصوات المجتمع، استهداف الصحفيين والنشطاء في المجال العام، استهداف
الباحثين والشباب المتنورين. هذه الوسيلة المثلى لخلق ذعر، تكميم الأفواه ومن ثم السيطرة. لا يتم بناء هذه السيطرة ذات الطابع الاستبدادي إلا على مزاج من الخوف وعلى تكميم الأفواه. هذا دائما سيناريو. لكن من يتحمل المسؤولية سيد ماجد؟ يعني في أماكن سلطة الميليشيا هناك واقع آخر، لكن هنا في أماكن سلطة الدولة والشرعية. بالضبط، يعني في مناطق سيطرة الحوثيين هي أساسا جماعة خارجة عن القانون، جماعة خارجة عن النظام العام باعتبارها جماعة انقلابية. المبدع في مناطق سيطرة الحكومة، في مناطق سيطرة الدولة اليمنية، يجب إعادة الاعتبار. عدن هي ليست أي مكان أيضا، هناك طبعا هذا لا يقلل من أي انتهاك أي مكان آخر تحت سيطرة الشرعية، لكن عدن هي التعبير الرمزي لأهل وجود الدولة اليمنية، يفترض باعتبارها العاصمة المؤقتة، وبالتالي على الدولة اليمنية أن تفرض حضورا أقوى فيها، أن تعيد هيكلة هذه الأجهزة المتنافرة والمتقاتلة فيما بينها والتي يؤدي تناحرها وتضاربها بينها إلى الذهاب اليمنيين بين الرجلين. هذا محزن، هذا مخيف، وبالتالي نموذج مثل هذا الانفلات مرعب ومسؤوليته تماما تذهب على الحكومة اليمنية، على قيادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، على كل المستويات المعنية وفق ما ينص التسلسل الوظيفي والقيادي في المسؤوليات في الدولة اليمنية. نعم، إذن ابقى معي سيد ماجد المذحجي. أعود إلى سيد نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين. سيد نبيل، إذا ما تحدثنا حول الإجراءات التي اتخذتها النقابة في سبيل هذه القضية الأخيرة وجميع القضايا المتعلقة بالصحفيين، ما الذي قامت به من إجراءات؟ يا عزيزي، في ظل غياب الدولة وفي ظل زي ما مثل ما قال الزميل ماجد بأن هناك تشظي للكيانات داخل الدولة نفسها، يصبح من الصعب جدا على منظمة مجتمع مدني أن تتواصل مع الجهات إذا كان مسؤولين الحكومة الشرعية لا يعرفون شيئا. يعني ألا يوجد تواصل بينكم وبين الحكومة الشرعية؟ يعني هي أنا الآن أتحدث لك عن التواصل مع الحكومة الشرعية. إذا نعم. إذا كان هناك تواصل مع الحكومة الشرعية وأغلب المسؤولين يبلغك بأنه لا يعلم أو يبلغك بأنه سيتابع ومن ثم لا يرد على بعض الاتصالات، وأيضا هناك الكثير منهم لا يستطيع أيضا الفعل الأداة أن يكون لديه أداة فعل أمام تلك بما نستطيع أن نصفها صراحة بأنها أشبه بالميليشيات التي لا تسيطر عليها الدولة بالأساس. طالبنا التدخل من أكثر من جهة، من وزارة الإعلام، من وزارة الخارجية، من وزارة الداخلية، حاولنا التواصل مع القيادات الأمنية أيضا في عدن. للأسف الشديد الكل يبلغك بأننا سنتابع وأن الوضع تحت السيطرة وأن مدريش وأنه ولا يهمكم وسيتم إطلاقهم، بينما تصلنا المعلومات تبعا بأن زملائنا يتعرضون للتعذيب بنت أشد، وكلما وصلتهم مطالبة بإطلاقهم زاد التوحش إزاءهم. حتى أن أمر إطلاقهم كان أمرا مشروطا بعدم الحديث بإرهابهم فكريا، بأنهم ما زالوا تحت أيضا منعهم من الخروج من داخل المدينة، منعهم من الحديث لأي وسائل إعلامية، منعهم من أيضا من الاحتكاك حتى بالزملاء، وأيضا منع الزيارات عنهم حتى الآن. هم الآن أشبه حتى وإن أطلقوا فهم أشبه تحت الإقامة الجبرية. وهذه كلها بسلطة قائد معسكر ليس منضبطا لأي قوانين، وظهرت الكثير من الإشكاليات تحتها قيادة هذا المعسكر. في نقابة الصحفيين تقف عاجزة أمام مثل هذه الميليشيات، كما نحن نفق عاجزين أمام ميليشيات في العاصمة صنعاء وميليشيات الحوثي وصالح، ولا يسعنا إلا الإدانة وتوثيق الانتهاكات وإيصال الأصوات الزملاء المستضعفين والإلاء إلى المنظمات الدولية، ومحاولة الضغط عبر المنظمات الدولية والمجتمع الدولي للإفراج عن الصحفيين والحد من الانتهاكات وإدانة هذه الانتهاكات. يبقى مصيرنا هناك، حتى أن نقابة الصحفيين فرعنا في عدن لم تستطع الحديث لأن هناك قبضة برضه ما زالت مسيطرة في عدن. نحن نشعر بأن حالة الصحافة تتدهور، كنا نتوقع من أن المناطق التي سيطر عليها الحكومة الشرعية سيكون هناك فيها الانفتاح وإعادة الاعتبار للصحافة والحريات الصحفية المهدورة خلال الفترة الماضية والتي هدرتها الميليشيات في صنعاء، لكن للأسف نحن نجد يعني نقابة الصحفيين تقييمها للوضع بأن الحريات الصحفية في المناطق المحررة وفي المناطق التي تسيطر عليها القوات الشرعية تنحدر بشكل أكثر لتتساوى مع الميليشيات فيها مثل هذه القضية. نحن نأسف لوصولنا إلى هذه المرحلة. إذن وضحت الصورة سيد نبيل الأسيدي، أشكرك جزيلا عضو
مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من جنيف. أعود إلى ضيفي الآخر السيد ماجد المدحجي، رئيس مركز صنعاء للدراسات. السيد ماجد، بسؤال أخير، يعني باعتقادك ما هو سبب الصمت الدولي والإقليمي على الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين في اليمن؟ يعني ليس هناك صمت بالمعنى المباشر لهكذا، هناك دائما ما الذي فعلوه؟ لكنه لا يخلق فرق، هناك فارق، ليس هناك صمت، لكن لا أي حديث لا يخلق فرق. الفرق الحقيقي يتحدد دائما من وجود مؤسسة قانون ودولة. حين تستطيع هذه الفعاليات الدولية الإقليمية الحقوقية وغيرها تستطيع أن تضغط على كيان دولة للقيام للالتزام بالقانون. دون ذلك لا يستطيع أحد أن يأتي من ويصدر بيان من نيويورك أو من جنيف أو أحد ثم يأتي لتنفيذ هذا البيان على الأرض. يجب على أن تكون هناك مؤسسات نظامية تستجيب لهكذا ضغوط، ولذلك لا تخلق هذه التضامنات فرقا إلا بالشكل الرمزي، شكل محدود توفر حماية نسبية مؤقتة بالطابع رمزي، لكن بالمعنى الفعلي أنت تحتاج لكي تحمي الفئة الهشة في المجتمع، لكي تحمي النشطاء والصحفيين، تحتاج إلى وجود وعاء قانوني، وعاء تنظيمي ممثل بالدولة، يتمسك بالقرار وتمسك بالسلطة الفعلية على الأرض. دون ذلك سيظل الجميع مكشوفي الظهر في مناطق الشرعية إذا ظل هذا الضعف والاحتراف في الممارسات العامة للأجهزة، ما دام الفضاء العام تتقاسم قوة غير مهيكلة وغير تابعة للقانون. نعم سيد ماجد، يعني إذا ما عدنا لموضوع الصحفيين الثلاثة الذين يعني تم اعتقالهم أمس في عدن، عندما يعني كلنا نعرف هؤلاء الصحفيون يعني يعملون في إطار قضايا سياسية، يعني كيف يتم تحويل القضايا السياسية إلى يعني قضايا دينية بهذه الصورة؟ كما قلت لك، الوسيلة الأسهل لكي تجرد هؤلاء الصحفيين الثلاثة من الحماية العامة من التعاطف هو أن تنقل الاتهام لهم من الحيز السياسي، ما يتعلق بنشاطهم العام كصحفيين وكسياسيين، إلى الحيز الديني حيث يصل أنه صادر عليهم الحماية. أنت لا تقول أنه تعتقلهم لأجل أنهم صحفيين، تقول تعتقلهم لكونهم بين قوسين كفار، بالتالي يسهل عليك استباحتهم هنا. هذا الأداء الرديء، يعني نفهم أنها تهم فقط لملفقة، أم أنه توجه لهؤلاء الأشخاص الذين وجهوا التهمة، يعني هم هكذا بالأصل؟ هو استخدام بتقديري طبعا لا يمكن أن يغيب عن البال أنه قد تكون هذه أساسا بنية متطرفة تأخذ شكل تعبير أمن، يعني هذا اللي هو الشيء تكررات الادعاءات حول سلوكيات المتطرفة، بالتالي هي لا يفرق الأمر كونه جماعة متطرفة بالسلاح، يعني هو يعني يعتبر توجه لهذا اللواء وليس فقط تلفيق للتهم. لا توجد عندي معلومة واضحة إذا كان الموضوع فقط تلفيق تهم باتجاه الاعتداء عليهم أم أنه توجه أصيل لهذا اللواء، لكن كما تكررت الحوادث تقول أن المؤشرات أنه هذا اللواء ذو هوية متطرفة في سلوكه في علاقته بأبناء مدينة عدن وفي النشطاء في مدينة عدن، يميل إلى التعريف متشدد للحياة والنشاط العام وينظر للناس من زاوية الإيمان والكفر، وبالتالي هذا خطر مخيف وينبئ بعواقب سيئة. نعم، إذن أشكرك جزيلا سيد ماجد المدحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من بيروت. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيفي الآخر أيضا سيد نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كان معنا من جنيف. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.